حفل اللي كان اليوم بأن جميع الدول الألعاب العالمية الصيفية اللي خلات واحد الحفل رائع واللي دخل به جو السرور لجميع المشاركين الرياضيين، واللي كان ضمنها اللي استمتعت بها الأطفال بشدة هي الشعلة والعروض الرياضية اللي منها كانت رقصات كتمثل الرياضات المشاركة في الألعاب الرياضية العالمية إن شاء الله. ونتمنى الفريق المنتخب ديالنا يكون في مستوى ويوصل واحد التأهل ونتيجة جيدة إن شاء الله، والتوفيق للجميع.